من القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. بلومبرغ: السيسي يعزز السياسات الجاذبة للاستثمار الأجنبي. خطة مشتركة للجيش والشرطة لمواجهة تخريب محطة الكهرباء. القوى العاملة: عودة تأشيرة العمالة الموسمية للسعودية. وإليكم تفاصيل النشرة. سياسات السيسي تجذب الاستثمار يوما بعد الآخر، حيث ذكر موقع بلومبرغ الأمريكي أن عبد الفتاح السيسي رئيس مصر يدعم الاستثمار الأجنبي المباشر ويعزز من السياسات الصديقة للمستثمرين الأجانب. وأكد الموقع الأمريكي أن السيسي يسعى لجذب الاستثمار الأجنبي لانتشال الاقتصاد من أسوأ ركود له منذ 20 عاما، ولخلق مناخ جديد يضمن ضخ المزيد من الاستثمارات الخارجية وتقويم حالة الاقتصاد المصري حتى يشعر المواطن بحجم التغيير على أرض الواقع. الجيش والشرطة إيد واحدة، حيث عقدت قيادات الجيش والشرطة اجتماعات مكثفة لوضع خطة مشددة لتأمين شبكات الكهرباء والمحولات والمحطات الرئيسية. واتفق الجانبان على التواجد المكثف لقوات لتأمين الشبكات وأماكن الضغط العالي الرئيسية في المحافظات المختلفة، وكذلك توزيع جنود داخلية على بعض المناطق المعروف بها استهداف محولات الكهرباء من قبل العناصر التخريبية لتأمينها، بالإضافة إلى تسيير دوريات مشتركة للجيش والشرطة بشكل مستمر لمواجهة المخربين. مصر والسعودية جسد لا ينفصل، إذ نجحت الدكتورة نهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة في الحصول على موافقة سفير المملكة العربية السعودية في مصر أحمد عبد العزيز قطان لعودة تأشيرات العمالة الموسمية إلى شركات إلحاق العمالة المصرية المعتمدة لدى القنصلية 3، وبموجب كشوف رسمية معتمدة من وزارة القوى العاملة والهجرة حسب المتبع نظاما. وأضافت الوزيرة أن هذا الإجراء يأتي في إطار العلاقات القوية التي تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية، وحرص الوزارة على تحقيق أفضل الخدمات للعمالة الراغبة في السفر للعمل بالمملكة، وكذلك فتح مجالات لعمل شركات إلحاق العمالة المصرية للقيام بدورها. تمكنت إدارة جوازات بمطار القاهرة الدولي من ضبط 5 فلسطينيين قادمين من منفذ رفح حاولوا السفر إلى ليبيا بتأشيرات مزورة. وقالت سلطات المطار أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر الفلسطينيين على طائرة الخطوط الإفريقية المتجهة إلى طرابلس، اشتبه ضابط الجوازات في سلامة مستنداتهم، وبعرضها على المعمل الجنائي بالمطار تبين تزوير تأشيرة دخول ليبيا وأختام الوصول والسفر المنسوبة لمنفذ السلوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. الإخوان يحاولون تنفيذ مخطط ظلام مصر، حيث فزع المئات من أهالي قرية كفر العشري بمركز منوف بمحافظة المنوفية بعد سماع دوي انفجار ضخم استهدف برج للضغط العالي على أطراف القرية تسبب في غرق القرية في ظلام دامس. وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وخبراء المفرقعات والحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتبين انفجار قنبلة أسفل قاعدة البرج ما أدى إلى انهياره، حيث يعمل بقوة 60,000 فولت. وبالتفتيش عثر على قنبلة أخرى لم تنفجر، وقام خبراء المفرقعات بإبطال مفعولها. نشرتنا انتهت، نلقاكم في نشرات أخرى بإذن الله.